تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يسر غرفة تجارة وصناعة عجمان دعوتكم لحضور معرض عجمان لعلامات الامتياز والعلامات التجارية وقطاع التجزئة في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 80 علامة تجارية لأكثر من 13 دولة، وذلك في 17 من إبريل الجاري من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء في مركز الإمارات للضيافة بعجمان. FBR عجمان، فرصة للجميع.